شيما وورو وروح قدش العلمين تجبو حتى لا لها بمرومي تجبو حتى لا لها بمرومي تجبو حتى لا لها بمرومي على رعش لاما صورة ولو نينا شا بخل عدان العلمين قونا يا ربنا وإلهنا بحنانك نحن الضعفاء لنحتفل بهذه الأسرار المقدسة التي وهبتها لتجديد وخلاص طبيعتنا الفقيرة برحمة ابنك الحبيب يا رب الكل إلى الأبد مات بحبا مارا ولاها ريحا هنيد والسيموث حباخ نهرا نوشاثا بذعث دشراراخ نشتويد نقبل قليان أبراخ حبي ود من شمية ثما نودي الأخوان شبحا خد لا شلوى بعيتاخ مخللتا مل يذكل عذرانين خلطوين دتو ما روار يدخل العلمين تومار شاري رئيس من أحمانة بغرين والتوبارو قطع ودنو شاثان ومنطرانا أمينة حيين الأخمار حياوينان حياوينان نودي ونزقض ونشباح بخل عدن مار أدخل العلمين Yeah.
أيها القدوس القوي المجيد الذي لا يموت، يا من يسر بالسكن بين القديسين، نتضرع إليك ربنا أن تلتفت إلينا وتشفق علينا، ترحمنا كما هي عادتك كل حين رب الكل، الآب الابن الروح القدوس إلى الأبد. آمين. انصتوا إلى قراءة من سفر إشعياء بارخمان. اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه، وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران، لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي، يقول الرب، لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم، لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للآكل، هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، لا ترجع لي فارغة بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له، لأنكم بفرح تخرجون وبسلام تحضرون بارخمان. ربنا وإلهنا، أنر عقولنا لسماع وصاياك الإلهية المحية وفهمها، وهب لنا بنعمتك أن نجني منها المحبة والرجاء والخلاص لخير نفوسنا وأجسادنا، فنرفع لك المجد بلا انقطاع يا رب الكل، الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل قرنثية يقول: يا أخوة بارخمان، أقول كما يقال للحكماء فاحكموا أنتم فيما أقول. كأس الشكر التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح؟ والخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح؟ فكما أن ذلك الخبز واحد، كذلك نحن كلنا جسد واحد، لأننا كلنا نتناول من ذلك الخبز الواحد، لأني قبلت من ربنا ما قد سلمته إليكم، إن ربنا يسوع في تلك الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزاً وبارك وكسر وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي الذي يكسر لأجلكم، اصنعوا هكذا لذكري. وكذلك من بعد أن تعشوا ناول الكأس أيضاً وقال: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اصنعوا هكذا كلما شربتم لذكري، فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تذكرون موت ربنا حتى مجيئه. والنعمة والسلام مع جميعكم يا أخوتي. آمين. شيل يا
شوحنان شوحان امشي حمارا امين الشياب قال الرب انا هو الخبز الحي الذي نزلت من السماء إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا للأبد والخبز الذي سأعطيه أنا هو جسدي الذي أعطيه لأجل حياة العالم طفق اليهود يخاصمون بعضهم بعضا قائلين كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكله قال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن البشر وتشربوا دمه فليس لكم حياة في ذاتكم من يأكل من جسدي ويشرب من دمي له الحياة الأبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير لأن جسدي هو مأكل حقا ودمي هو مشرب حقا من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيي وأنا فيه وشوحا لا لها صباح الخير جميعاً. إحنا اليوم ليش فرحانين؟ ليش لابسين هاي الأبيض؟ إيش راح نسوي؟ جينا حتى نتناول جسد يسوع، وهذا الأبيض هاي مو أول مرة نلبسه، لبسناه وإحنا صغار لما اقتبلنا ياسر سر المعمودية والميرون، والأبيض يرمز إلى إيش؟ إلى النقاء، طهارة، الصفاء، القلب الأبيض الطيب، الحب. بس من كنا أطفال ولبسنا هذا الأبيض ما كنا نوعه، ما كنا نعرف لما يسوع زارنا لأول مرة في سر المعمودية. بس هسه اليوم راح ناخذ ياسر سر القربان المقدس ونسميه التناول الأول، لأن راح نتناول القربان لأول مرة في حياتنا. نعم، يسوع زارنا من كنا صغار بالعماد، ولكن اليوم راح يزورنا بطريقة أقوى وراح يبقى معانا دائما، راح يتحد معانا. شلون راح يتحد معانا يسوع؟ شنو هي الطريقة انه نتناوله؟ مو بس شلون نتناوله، ايش راح نتناول من يسوع؟ شنو نتناول؟ كلتكم قولوا جسده تحت شكل زين. ليش الخبز والخمر؟ احنا ردنا هذا الشيء. منو راد هذا الشيء؟ يسوع راد هذا الشيء. ايش وقت؟ بالعشاء الأخير. وين كان هذا العشاء الأخير؟ مع منو؟ وشنو المناسبة كانت؟ عيد الفصح. كانوا يجتمعون يأكلون الحمل
الفصحي، الخروف الفصحي، حتى يتذكرون لما الله حررهم من مصر من العبودية على يد موسى النبي. يسوع ده يحررنا أيضا من إيش؟ يسوع يحررنا من الخطيئة ويجعلنا أبناء الله، أبناء أحرار، ما نصير عبيد للخطيئة، نكون أحرار. فهذا بيا يوم يسوع بيوم خميس الفصح بهذه المناسبة كان آخر مرة يأكل يسوع. ليش يسموه العشاء الأخير؟ لأن آخر مرة احتفل معاهم بهذا العشاء، لأن وراها صار ورا هذا الخميس صار الصلب، مات. فش قدم لنا يسوع؟ إش قال بهذه الأثناء الأكل؟ أخذ الخبز وإش قال على الخبز وعلى الخمر؟ اصنعوا. فالتلاميذ من هذاك الوقت وإلى اليوم الكنيسة تصنع هذا لذكر يسوع، حتى دائما يسوع خلى نفسه بالأكل حتى دائما يكون موجود وين؟ ويانا، حتى ناكله، حتى دمه يصير في دمنا، يصير قطعة من عدنا، من دمنا ولحمنا، تمام؟ فإذا إحنا نحتفل بذكرى حضور يسوع بيناتنا، حياته، موته، شو وقت إحنا نحتفل بيها؟ يوم الأحد. ليش يوم الأحد؟ لأن القيامة صارت يوم الأحد، فيوم الأحد نحتفل بالقداس، لأن هو يوم لأن يوم الرب، لأن يسوع بعد القيامة ظهر للتلاميذ بيا يوم؟ يوم الأحد، لما كانوا مجتمعين بالعلية خايفين من اليهود ظهر لهم يوم الأحد. ولهذا يوم الأحد هو يوم كثير مهم بالنسبة للمسيحي، بنحتفل بالقداس، والقداس يذكرنا بشنو؟ بذكرى حياة وموت وقيامة، لما نكون كلتنا مع بعض، ولما يكون أكو كاهن بيناتنا ونسمع كلمة الله، نقرأ كلمة الله مثل ما قروها أصدقائكم سمعتوها، وبعدين شو نسوي؟ نسوي التقادم وننطي السلام لبعضنا البعض حتى نصفي نيتنا، حتى نشيل الزعل من قلوبنا من حياتنا، حتى نقدر نتناول يسوع، حتى يسوع يجي يشوف قلبنا نظيف. زين، رح نتناول. شنو فائدة التناول؟ يسوع لمن رح نتناوله، لمن رح ناخذ سر القربان المقدس وبقية الأسرار. الأسرار شو تسوي بينا؟ تقدسنا، تقدسنا الأسرار. فيسوع يقدسنا، تقدسنا، وبعدين هذا هو تناولنا، بعدين شو لازم نسوي؟ يسوع ليش انطانا جسده ودمه؟ لأن يحبنا. وإحنا من ناكل يسوع إيش لازم نسوي؟ نحبه بس إلى المن نحب كل لأن إحنا جبناها من عدنا، وهو قال إيش قال؟ فإذا هذا وين نفتهمه؟ هذا نفتهمه فقط بالقداس، هذا نعيشه فقط في سر القربان أو في سر الأفخارستية، معناته الشكر، معناته الشكر. إحنا نشكر الله لأن انطانا ابن الوحيد لأن يحبنا، وانطانا يسوع ابن الوحيد. ويسوع شو انطانا؟ انطانا حياته، حتى إحنا أيضا لما ناخذ يسوع رح نتقدس، رح يصير عندنا القوة، النعمة، البركة، حتى إحنا هم شو نسوي بالعالم؟ نحب العالم مثل ما يسوع، نحب أخوتنا، نحب أقاربنا، نحب القريب. القريب أكو وصية تقول أحبب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قوتك وقريبك مثل نفسك. فإذا فائدة التناول لما نأخذ جسد يسوع أنه نتقدس، ونأخذ النعمة والقوة، القوة حتى نعيش هذه المحبة،
مثل ما يسوع انطانا حياته، احنا هم ننطي حياتنا لبعضنا البعض، ولكل إنسان محتاج إلنا، لكل إنسان محتاج إلى مساعدتنا، مهما كان شكله، مهما كان لونه، مهما كان جنسيته، مهما كان ديانته، كل الناس. تمام؟ النقطة الأخرى، إحنا كلتنا دنتناول من نفس جسد يسوع، معناته هذا الجسد إيش دا يسوي بينا؟ يوحدنا، كلتنا نصير واحد مع كل الجماعة اللي دا تشترك بالقداس، كلتنا نصير، كلتنا القربان اللي نتناوله يحولنا إلى جسد المسيح، جسد واحد، معناها إحنا كلتنا شنو؟ أخوة، معناته إحنا كلتنا واحد، واللي وحدنا هو يسوع المسيح. ولما نكون واحد معناته شنو؟ معناته لازم نتعاون مع بعضنا البعض، معناته لازم نتضامن، ما يصير أكو واحد كثير غني وواحد كلش فقير، لازم شو نسوي؟ نباوع على منو؟ على الفقير. ما يبقى واحد وحده قاعد معزول، لازم شو نسوي؟ نزوره. إذا أكو واحد مريض شو نسوي؟ نزوره بالمستشفى. إذا واحد مو بس اللي أن قرايبنا، أي واحد إحنا نسمع ونقدر نسوي شيء لازم نسوي، لأن الله شو انطانا؟ انطانا أيادي اثنين نقدر بيها نساعد، وانطانا عيون نقدر بيها نشوف ونشعر ونحس، وانطانا لسان حتى نستخدم لسان طيب وكلمات حلوة مع الناس ومع أصدقائنا، ما نقول كلمات بذيئة وكلمات جارحة. فإذا غاية الكنيسة لما انطتنا الأسرار، معناتها الأسرار اللي هم كم واحد؟ أي أني نسيت، ذكروني كم واحد؟ سبع أسرار، حتى تقدسنا، حتى نعيش نكون خوش مؤمنين مسيحيين زينين ومواطنين جيدين صالحين، نخدم مجتمعنا، نخدم المكان اللي نكون موجودين به. تمام؟ لا أنتوا شطار تستاهلون نكمل القداس وتتناولون. أتكلم مع الأهل، الآباء والأمهات، الأفاضل الفاضلات، هذا الشيء، هذه الفرحة الموجودة اللي دا تشوفوها، اللي موجودة على وجوهكم، دا تشوفون أولادكم، يمكن ذكرتكم بيوم تناولكم الأول أنتوا أيضا، أو ذكرتكم بعد هذاك اليوم كانوا صغار شلتوهم بالعماذ وجبتوهم قدمتوهم بالهيكل للكاهن حتى يعمذهم، ما كانوا يفهمون شيء، الآن كبروا، قسم منهم بطولكم أطول منكم. هذه الفرحة، هذه الفرحة واجبنا أن نحافظ عليها. أي فرحة؟ فرحة حضور يسوع في قلب أولادنا. الموضوع ما هو موضوع سحري ولا موضوع قضية أوتوماتيكية، الموضوع بحاجة إلى مثال صالح، بحاجة إلى أب وأم يقول لابني إنه اليوم هو يوم الأحد ولازم نروح على الكنيسة، بحاجة أن يسمعون منكم كلام طيب، هذول أطفال ملائكة أبرياء، عجينة، عجينة عجين بالضبط، ممكن يطلع منها كل شيء، تعتمد عليكم بالتعاون مع الكنيسة. الكنيسة وحدها ما تقدر تسوي شيء، كنيسة تسوي التعليم المسيحي، توجه، تنصح، تكرز، تقدس، تزور، ولكن منو اللي دا يشوفهم أكثر؟ أنتوا، أنتوا هم الكنيسة الأولى لأطفالكم، أنتوا الكنيسة الأولى، وهذا الكلام نقوله بالعماذ. من يوم العماذ هذول الأطفال ما بس صاروا أولادكم، صاروا أولاد وبنات الله، فإذا مسؤوليتكم كآباء وأمهات تضاعفت، صارت مضاعفة، أنه أنتوا دا تربون ابنكم، بس بنفس الوقت أنتوا دا تربون أيضا ابن الله، إنسان مخلوق على صورة الله، والله راح يحاسبنا، هذه أمانة في أعناقنا، هذه أمانة، ما يكفي نوكلهم ونشربهم ونخليهم بأحسن المدارس، ما يكفي ونوديهم أرقى البلدان،
حتى لو رحنا على أي بلد سافرنا، بس تبقى التربية والعناية هي بالبيت، الأب والأم، الاهتمام إنه هذا عنده بذرة، أخذ بذرة، هي نعمة الروح القدس بالأسرار. واجبي أنا كأب وكأم نكمل هذه البذرة، وإلا هذه البذرة ما راح تروح، بس راح تبقى، ما تنمو، ما تثمر. ولهذا أترجاكم، أترجاكم أن أنتوا اليوم أيضاً فكروا وتذكروا مسؤوليتكم، مسؤوليتكم الزوجية اللي قطعتوها في يوم الزواج، في سر الزواج المقدس. تذكروا إنه الزواج مو فقط هو الإنجاب البنين، ولكن تعليم الكنيسة يقول وتربيتهم، وتربيتهم. والتربية تجي بالكلام، بالمثال الصالح، بالتعاون مع الكنيسة. لما نجتمع نصلي بالبيت، احنا علمناهم انه اكو شيء اسمه نصلي بالبيت، صح؟ الصلاة اليومية، بس اكو شيء صلاة الشخصية، نعم، بس اكو شيء حلو الصلاة العائلية، الصلاة مع العائلة، ولو 10 دقائق نشعل شمعة امام الصليب، امام صورة مريم العذراء، نصلي، نقرأ مقطع من الكتاب المقدس، ونحاول قدر الإمكان ما نترك الكنيسة يوم الأحد اللي هو يوم الصلاة الجماعية مع بعضنا البعض. ربنا يحفظهم إلكم وإلنا. ومقدماً أقولكم مبروك، أتوجه بكلمة صغيرة للي تعبوا عليهم طول السنة، اللي هم معلمين ومعلمات التعليم المسيحي بصورة عامة، ومعلمين التناول الأول بصورة خاصة، اللي أحييهم وأشكرهم وأنحني أمام خدمتهم المجانية المتواضعة والمضحية. أستاذ دريد اللي كان يرافق الطلاب من الفحيص يومياً، يومياً مثل أولاده، ويخاف عليهم أكثر من ما أنتم تخافون عليهم. مس بتول مسؤولة التعليم المسيحي، مس ندوة اللي ترافقهم من الماركة، ماركة والهاشم الشمالي، يومياً ترافقهم، تهتم بيهم، تتصل بالأهل، اللي يغيب، اللي مريض، اللي ما يحضر الدرس. مس مريم اللي قادتهم بالجوق، علمتهم خدمة القداس. عازفنا العزيز هيمان، والشباب اللي هم الجنود المجهولين اللي كانوا يرافقوهم، يقدموا لهم السناك، يشتروا لهم الماء، السناك، إلى أبعد الحدود. حبيناهم من كل قلبنا وهذا واجبنا. فأريد شو نسوي؟ نحييهم بتصفيق حار لمعلميكم. ومعانا ضيوف لازم نرحب بيهم ونشكرهم على حضورهم ومحبتهم بيناتنا. يمكن كلمة ضيوف شوية رسمية، هم مو ضيوف، هم أهل البيت. سعادة السفيرة مالتنا السيدة صفية السهيل، جزيلة الاحترام، سفيرة العراق في الأردن، أنا أسميها أختنا، هي أختنا لأن ترافقنا في كل مكان وتشيل همومنا وتحمل همومنا في كل مكان. شكراً على حضورك بيناتنا. سعادة القائم بأعمال السفارة البابوية في الأردن، يعني ممثل سيدنا البابا، سيادة المونسينيور ماورو لالي، اللي حب أن يقدس معانا بقداس التناول، همينا نقول له شكراً. أبونا نظيرة عرفورة رافقنا 3 شهور وأكثر، بل كي سيدنا البترك يبقيه هنا يمنا دائماً. قناة نورسات الفضائية بشخص مديرة مكتب عمان، مكتب الأردن، الدكتورة باسمة السمعان اللي دائماً يرافقونا، والأستاذ هيثم عزيزة صاحب مطبعة الأديب البغدادية، سنوياً يقدم لنا هدايا طلاب التناول وخارطة العراق، وكل شيء هدية إكراماً للكنيسة.
مديرتكم أغلبكم بالهاشمي، مديرة مدرسة السيدة الكرمل المسائية ست سناء بكي، فنرحب بيها أيضا، هي حبت تحضر معاكم. وأخواتنا العزيزات الراهبات ما أعرف وين موجودين، قاعدين سعاد قدامي، والماسيرات الأخريات، شكراً لحضوركم، أرجوكم أن تصلون من أجلنا ومن أجل هذول الأطفال، أنتم صلاتكم مقبولة أكثر من عندنا. آخر شيء ما ننسى مدرسة وكنيسة كلية ديلاسال الفرير اللي يساعدونا على طول السنة، يفتحون أبواب الكنيسة. أشكرهم بشخص مدير المدرسة الأستاذ جابي وأخونا فرير البير، نقول لهم شكرا جزيلا ونحييهم. تناول مبارك أتمنى للجميع، لكم يا أحبائي أولادي ولأهاليكم ولكل الكنيسة، لأن أنتم من اليوم راح تصيرون مع الكنيسة بعد، تتناولون بعد مع بابا وماما. أبونا ما راح يخلي القربان بس على راسنا يباركنا، اليوم راح نتناول ونصير جزء مع كل الكنيسة، فألف مبروك. لنقف كلنا بفرح وابتهاج ولنطلب بثقة قائلين ارحمنا يا رب. ارحمنا يا رب. يا رب من أجل أن تحفظ الكنيسة إكليروسا ومؤمنين كي تبقى أمينة في حمل بشرى إنجيل الحب والسلام وأن يكون حضورها مؤثرا في عالمنا، نسألك. ارحمنا يا رب. يا رب من أجل من أجلنا نحن الذين سنتناولك للمرة الأولى في حياتنا، اجعلنا أمناء لك ولكنيستنا وأن نقتدي بمريم أمنا في عيش هذه الأمانة، نسألك. ارحمنا يا رب. يا رب من أجل عوائلنا ومعلمينا امنحهم النعمة والصحة لكي يربونا تربية إنسانية ومسيحية، فنغدو مؤمنين جيدين، مواطنين صالحين، محبين لكل الناس، نسألك. ارحمنا يا رب. يا رب من أجل بلدنا الأردن وشعبه الأبي، احفظه يا رب بلداً آمناً وسالماً ورمزاً للتعايش تحت راية ملكه المعظم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، حفظه الله، نسألك. ارحمنا يا رب. يا رب من أجل الاستقرار والأمان في بلدنا العزيز العراق وفي العالم أجمع، لكي ينعم الناس بحياة حرة كريمة ويعيش الجميع بسلام، نسألك. لنستودع نفوسنا جميعاً الأب والابن والروح القدوس إلى الأبد. أجل أيها الرب الإله القدير، إننا نستودع نفوسنا بين يديك متضرعين أن تكمل معنا نعمتك وتفيض بواسطتنا موهبتك وتغفر برحمتك وحنانك ذنوب شعبك وخطايا أبناء رعيتك الذين اخترتهم يا رب الكل، الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. سبارو سبر ثب مريم.
نرفع الحمد لثالوثك المجيد كل حين إلى الأبد، المسيح الذي ضحى بذاته لأجل خلاصنا وأوصانا أن نصنع ذكرى موته ودفنه وقيامته. هو يقبل من أيدينا هذه الذبيحة بنعمته ورحمته ويجعلها تذكرة للأحياء والأموات الذين لأجلهم نقربها بحسب وصيتك يا رب. بحسب وصيتك يا رب توضع وتعد هذه الأسرار المجيدة المقدسة على المذبح الغافر حتى مجيء الرب ثانية من السماء. له المجد كل حين إلى الأبد. قد شاء المذبح قد شاء نهوي دخرانا دوثلتا مريم من ميدالها كل عمام ومن دخرا مرتوما على المذبح خذ شا عم كيني دنصاح وسادي دثكلال وشوا عن صورة كلهم عم يبال وكم تشوى حتى شو حاطي من دول
في صلواتكم آباءنا البطاركة والأساقفة وجميع الكهنة والشمامسة والفتيان والعذارى الذين رقدوا وخرجوا من هذا العالم بالإيمان الحق، وجميع والدينا وأخوتنا بنينا وبناتنا، وجميع رؤساء الدول، وجميع الأنبياء والرسل، والشهداء والمعترفين من بلادنا ومن سائر البلدان، ليمنحنا الله الذي كللهم يوم القيامة رجاء سعيدا وميراث الحياة في ملكوته السماوي. يا رب لك الشكر على نعمتك الغزيرة التي بها أهلتنا بالرغم من ضعفنا وفقرنا للاحتفال بسر جسد المسيح ودمه. نسألك أن تعيننا للقيام بهذه الخدمة بمحبة كاملة وإيمان حق، ونؤدي لك المجد والإكرام والشكر والسجود. هاشا وخلزوان والعالم علمين. آمين. شلاما عم خون. أخوتي، تبادلوا السلام بمحبة المسيح. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الأب وشركة الروح القدس معنا جميعاً. هاشا وخلزوان والعالم علمين. يستحق إلهنا المجد من جميع الأفواه، الشكر من كل الألسن، السجود والتعظيم من كافة الخلائق، الثالوث المجيد الآب والابن والروح القدس الذي خلق العالم بنعمته وأبدع البشر برحمته وخلصهم بحنانه، مع ألوف السماويين الذين يسجدون لعظمتك ربنا
مع ربات الملائكة والقديسين وأفواج الروحانيين خدام النار والروح الذين يسبحون اسمك، الكاروبيم القديسين، السرافيم الروحانيين الذين يقدمون السجود لعظمتك، معهم بينهم نهتف جميعا لمجد الرب قائلين: الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزاً بيديه المقدستين، رفع عينيه إليك أنت الله أبوه ضابط الكل، وشكر وبارك وكسر وأعطى تلاميذه قائلاً: خذوا كلوا منه كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم لمغفرة الخطايا. كذلك بعد العشاء أخذ بيديه المقدستين كأساً طاهرة، وشكر وبارك وأعطى تلاميذه قائلاً: خذوا اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي للعهد الجديد الأبدي، سر الإيمان الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. كلما صنعتم هذا تعيدون ذكري. كما أوصيتنا يا رب، هقد اجتمعنا نحن عبادك الضعفاء الفقراء للاحتفال بهذا السر العظيم الذي نتذكر فيه النعم العظيمة التي أغدقتها علينا والتي لا توفى، لا سيما تدبيرك الخلاص، فأحييتنا بإلهيتك ورفعتنا غافراً خطايانا، أنرت عقلنا، نصرت طبيعتنا الضعيفة بمراحمك الفائضة. فعلى كل هذه النعم نرفع لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وكل أوان وإلى الأبد. صلوا في قلوبكم، السلام معنا. أيها الرب القدير، اقبل هذا القربان الذي نقربه لك عن جميع النعم التي أفضتها على الطوباوية مريم دائمة البتولية وجميع الآباء الأبرار والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين. تقبل يا رب هذا القربان الذي نقربه لأجل الكنيسة المقدسة الجامعة في كل مكان، وخصوصاً لأجل آبائنا القديسين مار فرانسيس بابا روما، مار لويس الباتريارك، وكل الأساقفة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات. تقبله يا رب لأجل شفاء كل المرضى والمتألمين، وامنح إخوتنا الذين توفوا على رجاء القيامة سعادة أبدية. تقبله يا رب لأجلنا نحن المنتظرين رحمتك، لا تعاملنا بحسب خطايانا بل آهلنا غفراناً لذنوبنا بفضل هذا الجسد المقدس الذي نتناوله بإيمان حقيقي إحساناً منك. تقبله يا رب لأجل هذا الوطن وسكانه ومدينتنا عمان وأهلها، صنهم بقدرتك من كل الأضرار والآفات، وامنحنا أمنك وسلامك في كل الأيام. ونحن أيضاً يا رب عبادك الضعفاء الفقراء المجتمعين باسمك والقائمين قدامك الآن،
وقد قبلنا بالتواتر عن آبائنا ما رسمه ابنك، إننا نحتفل بتسبيح وفرح بهذا السر العظيم الرهيب المقدس المحي الإلهي، سر آلام ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وموته ودفنه وقيامته. قفوا هادئين وخاشعين وصلوا السلام معنا. نيثي ما روح قديشة ولياتي يا رب روحك القدوس ويستقر على قرباننا هذا ويباركه ويقدسه غفرانا لذنوبنا صفحا عن خطايانا رجاء سعيدا للقيامة من بين الأموات حياة جديدة في ملكوت السماء مع جميع الذين أرضوك. وعلى هذا التدبير العظيم العجيب الذي حققته لنا نحمدك ونمجدك دوما في كنيستك المفتدات بدم مسيحك الكريم. عطرنا يا ربنا وإلهنا بعطر محبتك الزكي، واغسلنا به من أدناس الخطية أيها الراعي الصالح الذي خرج باحثاً عنا فوجدنا وسر باهتدائنا. اغفر لنا برحمتك خطايانا وذنوبنا التي نتذكرها والتي لا نتذكرها. تقربنا يا ربنا وإلهنا رحمتك من هذه الأسرار المقدسة ونحن غير مستحقين. حقاً أيها الملك المسيح نحن غير مستحقين. قروخ يا مارب هيمانوث حقاً تشموخ جبدان رازي قديش قاصخ بحنين وثوخ ورشمغ بمرحمن وثوخ طارو دم دمخ هيانا مراني شو عمشيحة شمد بابا وبرونا روحة قدشا العلمين. يوسام دمو سيدنا يسوع المسيح بجسده المحي بسم الله والابن والروح القدس إلى الأبد. يوسام جسد سيدنا يسوع المسيح بدمه الغافر بسم الله والابن والروح القدس إلى الأبد. لتكن نعمة ربنا يسوع المسيح محبة الله الآب شراكة وحلول الروح القدس معنا جميعاً الآن وكل آن إلى الأبد. آمين.
نقترب كلنا بالتقوى والإجلال لتناول جسد مخلصنا ودمه الكريم، نتذكر آلامه ونتأمل في قيامته بقلب نقي وإيمان حق، فلنتقبل إذن موهبة الحياة الأبدية بحب كبير وتواضع عميق، ونشترك في أسرار الكنيسة بصلاة نقية وبتأثر بالغ، وبثقة التوبة نندم على خطايانا طالبين الرحمة والمغفرة من الله رب الكل، ومسامحين إخوتنا على زلاتهم. يا رب اغفر خطايانا وزلاتنا، ومنقينا نياتنا من الخلافات والخصومات. يا رب اغفر خطايانا وزلاتنا، ونفوسنا صافية من كل حقد وعداء. يا رب اغفر خطايانا وزلاتنا، نتناول القربان فنتقدس بالروح القدس. يا رب اغفر خطايانا وزلاتنا، نشترك في الأسرار بالمصالحة والوفاق المتبادل. يا رب اغفر خطايانا وزلاتنا، لتكن لنا يا رب هذه الأسرار لقيامة أجسادنا وخلاص نفوسنا وللحياة الخالدة، لنصلي السلام معنا. اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا، وقدسنا بنعمتك لنكون أهلاً للوقوف دوماً أمامك بقلوب نقية ووجوه مشرقة، وبالدالة التي أعطيتها لنا رحمة ندعوك معاً قائلين: أجل يا إلهنا وأبانا الفائض رحمة نطلب إليك مبتهلين، لا يا رب لا يا رب لا تدخلنا في التجربة، لكن نجنا من الشرير وأعوانه، لأن لك الملك والقدرة والسلطان في السماء والأرض. هاشا وخلزوان والعالم علمين. سلام عم خون عم ياب عم روحا قدشال قديش يا إبش الموثى قدس أجسادنا لجسدك المقدس، واغفر ذنوبنا بدمك الكريم، وطهر ضمائرنا بحنانك.
باريخ مار. موهوثا طيبوثة محيانا مارني شعم شيحة تشتملي برحمي عم كلان عالم عالمي لابد أحيي طابي طابري جاورا أميرايتا وشتا وكاتا
نحن الذين اشتركنا بنعمة الروح القدس في تناول هذه الأسرار المجيدة المقدسة المحية الإلهية لنشكر معا الله واهبها. سبحانه على مولدته الذي لا ينصف. نصلي السلام معنا. الآن راح نقف حتى نمطي البركة الختامية، نختم القداس، وراح يصعدون بعدين الأطفال على المذبح حتى نرتل ترتيلة شكر لأمنا العذراء مريم اللي رافقت يسوع طول حياته وراح ترافقنا إحنا أيضاً في حياتنا. فالآن راح ناخذ البركة وبعدين نصعد على المذبح نصطف حتى نتصور ونرتل ترتيلة لأمنا العذراء مريم، ونطلع بعدين من الكنيسة. تقدرون بعدين تستقبلون أطفالكم في ساحة الكنيسة. الله الذي باركنا بكل البركات الروحية بالمسيح يسوع ربنا، الذي أعطانا جسده ودمه عربون الحياة الأبدية، هو يبارك جمعنا. آمين. ويلم شملنا. آمين. ويطهر شعبنا. آمين. الذي حضر وتنعم بقوة هذه الأسرار المجيدة المقدسة المحية الإلهية، كونوا موسومين بعلامة الصليب الحي ومصنونين من كل أذية خفية وظاهرة، هاشا ووخ الزوان والعالم علمين. Thank you.